4-1 للكامرون. يعطيهم الثقه للرابع والاتحاديه هذه عاد دور من عام 85 كان المنصور فرير 4-1 من عام 85 ضد الجزائر في المنتخب في 3-1 4-1 ستكون للمنتخب الكاميروني. فرات هذه الكره هذه التسديده هذا القائم شوف 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 استحق ويطيح الناس الكاميروني شوف استحق الكاميروني وفرصه للهدف الرابع والهدف الرابع على العارضه والقائم والهدف الهدف الكاميروني لابد ان نتفطن الدال حقيقي اللي ينخر الكوره والرياضه التونسيه